خلينا نشوف مع بعض الأمسية شعرية ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون، وعقدها اتحاد الكتاب الأردنيين بالتعاون مع المكتبة الوطنية، وهي أمسية شعرية الشعر النبطي بمشاركة عدد من الشعراء الأردنيين. خلينا نتابع التقرير ونرجع نكمل فقراتنا بيوم جديد. هذا الكتاب هو في هذا العام مشارك مشاركة فاعلة في 7 أمسيات أو لقاءات ثقافية في ضمن برنامج مهرجان جرش هذا العام. نأتي إلى موضوع مشاركات اتحاد الكتاب. في هذا العام كان عندي 3 مشاركات، اللي هي ندوات. الندوة الأولى عن المرحوم الشاعر الكبير سلام الشيمي، والمحاضرة الثانية عن تاريخ جرش، والمحاضرة الثالثة أيضا كانت عن القصة الشاعرة. طبعا هذه الثلاث نشاطات كان لها أهمية ودور كبير في المشاركة بمهرجان جرش. اليوم احنا عندنا برضو كمان في عندي 4 أمسيات شعرية رغم المحاضرات الثلاثة اللي مرقوا علينا. اليوم الحفل الختامي والأمسية النهائية، وهي شعر نبطي يشارك بها أخوك عليان العدوان، ويشارك بها مهند الدبابنة، ويشارك بها أيضا ليانا الرفاعي، ويشارك بها أيضا الأستاذ زيد السرحان، وكلهم قامات الحمد لله رب العالمين. المكتبة الوطنية تتشارك مع كل الجهات التي تعنى بالثقافة، سواء كانت عبارة عن جمعيات أو اتحادات، ومثال على ذلك اللي هو تشارك المكتبة الوطنية مع اتحاد الكتاب الأردنيين من أجل نشر الثقافة ليس فقط في مجال الشعر ولكن في كافة صنوف المعرفة البشرية. احنا كمكتبة وطنية، نعم، أمسية اليوم هي مثال على نشر الوعي الثقافي. لا تكون هذه الفعاليات الثقافية مقتصرة فقط في مهرجان جرش، المفروض أنها تكون موجودة في العديد من اللي هو محافظات هذا الوطن الغالي، وهذا أكبر مثال على ذلك. دائماً مشاركات في المهرجانات بتثري الشاعر والجمهور، والأمسية هاي للشعر النبطي خصوصا هاي إضافة جديدة على مهرجان جرش، وأنا سعيدة يعني بالمشاركة. وشو راح تكون مشاركتك؟ أكم من قصيدة؟ إيش راح تركزي بشكل عام؟ والله أنا عادة بعطي أشياء وجداني، شعري وجداني، بس دائما بحب أنحاز للشعر اللي بخص المرأة، الدفاع عن حقوق المرأة، موضوعات اللي بتخص المرأة، المشاكل اللي بتعاني منها المرأة، المشاكل الاجتماعية اللي بتعاني منها المرأة. تحسي إنه الشعر بيوصل رسالة وهي مسؤولية اجتماعية، في بيوصل رسالة وفي ناس بحاجة الشعر، خاصة اللي بيرجع على المرأة. يعني الغزل موجود الكل بيحكي، الدفاع عن الرجل الكل بيحكي، بس لما تكون مرأة وتدافع عن مواضيع المرأة هذا إشي يعني أنا بحسه أنا إشي جديد. بالنسبة لمشاركتي في مهرجان جرش، هذا المهرجان الضخم الكبير الذي أعيد، أشعر كأنه أعيد ديمومة الشاعر الأردني، في ديمومة الفنان الأردني الممثل المطرب. الصحيح أني متابع جيد لمهرجان جرش سابقا والآن، السنة قاعدين بنلاحظ أنه في نقلة نوعية للمهرجان، حتى في التغطية الإعلامية، حتى في إقبال الجماهير. يعني بجوز أنت شايف اليوم كثير من السن الصغير قاعدين جايين يسمعوا شعر وطني وغير وطني. رايحين نركز اليوم إن شاء الله على الشعر الوطني، لأنه أنا بالأصل شاعر وطني وحتى شاعر عروبي بيحكوا لي. أفتخر في هذا الوطن اللي أنا ابنه، عمان نبض العروبة، الأردن نبض العروبة، ولازم نظلنا نبض للعروبة. وأنا شعاري دائما اللي برفعه، حنا أردنية ما ننحني لتراب الوطنيين بس، حنا أردنية ما ننحني لتراب الوطنيين بس، حنا نشامة، تراب وطننا فوق الراس.